السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي، كيف أحوالكم وكيف صحتكم؟ وأسعد الله صباحكم بالخير. واليوم الفيلم اللي معانا لكم هذا فيلم مهم وضروري والمجتمع كله بحاجة له. هذا الفيلم خاص اليوم اللي هو الإشاعة أو انشهار ناس على حساب ناس. الإشاعة هذه، ما هو الإشاعة هذه؟ اللي هو نقل الكلام بقصد الإفساد، يعني أنت تنقل كلام بقصد أنك تفسد بين الناس، أو تنقل شائعات مغرضة لهدف أنت تنشهر من عليها أو بأساسها. وهذا هو الغلط بعينه يا جماعة. يا جماعة، مجتمعنا هذا ينبغي عليها أنه يحارب الشائعات ويحارب هذه الأكاذيب ويحارب مثلا التصوير هذا. بعض الناس يعني يقابل لك على حادث أشلاء ودماء وناس مكسرين وناس حالة لا يعلمها إلا ربي، وقام طبجله بصورة وعلى طول مباشرة أرسلها علشان يعني يشهر وعلشان يعني يقولون هذا فلان والله من قلب الحدث. وهذا يا أخي هذا حرام، وما يجوز أنت ترضى بنفسك سيارك تطلع فيها ويقع لك حادث عليك وعلى خواتك وأهلك ويجون الناس يصورونك. من أبو ذيك الساعة مع نفسه يا جماعة الخير؟ ها، وعلى هذا كله يصور محارم الناس ويصور مثل سيارة يعني وقع حادث على الخط ولا سيارة تقلبن ولا ناس يعني مرجم بهن يلقى صور ويرسلها للناس علشان ما هو إني يعني شهر. والله لا قابلها شهرة ولا قابلها عيشة إذا كان هكذا. يا أخي هذا حرام، ما يجوز وما يصلح. الناس في دماءها والناس تنزف واللي صعق واللي حالته حالة والناس في حالة وأنت تلقط لهم صور وترسلها. يعني هذا وعلى هذا يعني عاد عنده نفسه. يا جماعة الخير، إذا عجبنكم هذه المقاطع وعجبنكم هذه المناظر وعجبنك هذه الصور هبوا لي لايك. من أبو عنده نفسه يهب لك لايك؟ أهب لك حذية ما هب لك لايك عليها. أنا بنفسي أقول لك والله ما هب لك عليها إلا كيف هب لك على 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 أشلاء الناس وعلى دماءها وعلى محارمها وعلى صور للناس والثاني هب لك عليها لايك؟ هب لك ملاطب، واحد من هنا واحد من هنا. هذا اللي أنا أقدر أسويه أنا عن نفسي. لو واحد حصل له مني مثل هذا الشيء يهب لي اثنين، واحد هنا واحد هنا، أستاهلها. لأنه هذا منظر ما يجوز وشيء ما يصلح. حس ديمك أبواتنا وأجدادنا وإحنا عشنا على حس ديمك بغيرك مثلك. اللي ما ترضاه لأهلك وترضاه لنفسك كيف ترضاه للناس يا أخي؟ ولا واحد بينه وبين عياله مشاكل هو عارفها وداريبها ودارسها وقام ذحين الآن يعني يتكلم عنها ويلمح من غير تصريح ويقول بها وكذا كذا وينشرها بدل ما هي نعمة. سترى مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. وإذا كان أنت أردت حاجة ولا شيء أستر يا أخي، ما يجوز ما يجوز. أنت والله كل إحنا ما نرضى، أنا بنفسي ما أرضى حتى لو أردت حاجة غلط قدام عيني. حرام، ما يجوز إني أنا أتكلم بها أو أنشرها أو أقول فلان وفلان ولا فلان وفلانة ولا من ستر بس لأنها أنا. وقل للشامتين بناء فيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. من اللي تشمت به ومن تقول إن في كذا وكذا كذا والله يجيك حتى بيتك، وكما تدان تدان وما فيه لقى دقة بدقة، ومن دق باب الناس دق الله بابه. وأنا ما أبغى أطول عليكم يا جماعة الخير لأن في شيء يحرق البطن. ناس يعني متنفسة وفاضية لمثل هذه المشاكل ويصور حاجة غلط ويقولوا شائعة غلط. فالشائعة ينبغي علينا أن نحرص بقدر المستطاع، لأن الشائعة كالنار في الهشيم إذا اشتعلن ويتناقلها يقولوا. والحكمة تقول كل سر جاوز الاثنين شاع. واحفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. مع ذلك تحياتي والله يحفظكم، أحبكم أبو مطران.